تعد كرة القدم الرياضة التي يفضلها الجميع، وتعد السياسة الفن الذي يستهوي كثيرين، وما بين الرياضة والسياسة شعرة رفيعة وقصيرة، فكلاهما له جمهور يغني له. على مدار عقود طويلة كانت الدعوات لفصل الرياضة عن الكرة مطلب كثيرين. ينادي تيار الكرة لا تخلطوا بين الاثنتين، فيما يقول أنصار السياسة هذه لعبة تشبه ما نلعب. اليوم في كأس العالم تدخل السياسة في الكرة وتريد تحريكها وكأنها هي الصاحبة لها، فما كان محرماً في الملاعب بات اليوم مستباحاً حلال. فالرايات السياسية التي كانت تبعد عن الملاعب سابقاً باتت تحضر اليوم بشكل قوي، وهذا أمر شرعه الحكم الغربي. فأعلام الشعوب المضطهدة في الشرق الأوسط أنزلت تنفيذاً لقرار اتحاد الكرة، لكن حين وصل الأمر إلى أوروبا بات مغايراً. طردت روسيا من اللعب، سخر كل شيء لتحقيق انتصار سياسي، فرفعت أعلام الأوكران وشعارات أخرى في قلب الملعب. الكيل بمكيالين نظراً لتغير المضطهد ولونه ودينه وعرقه. يقول الناس إن المستطيل الأخضر لا يقبل التلوين. اليوم وأمام كأس العالم تفتتح أمواج سياسية لضرب مشروع الكرة القطري. تنادي ألمانيا بحقوق الإنسان وترفع راية التسلل أمام الدوحة التي تقول إن الفار هو القرار الفصل، وإن الادعاءات الغربية بحاجة إلى مراجعة. تنتقد دول أوروبية قطر وتنادي بضرورات تعتبرها الدوحة خارج تقاليد مجتمعها العربي، ويصور الغرب أن كأس العالم سيقام في دول عالم ثالث لا تليق بالكرة. تطبق القوانين الرياضية على كل من يريد أن يدفع الكرة باتجاه سياسي، لكنها قوانين تبقى مرهونة بظرف يحدده من يريد أن يكون حكماً.